عليكم الويزات ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. الويزات ديالنا اليوم الدرس ديالنا غنكملوا على هاد كيف كتشوفوا على هاد القبات هادو، غنخدموهم صراحه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. هذا فيديو الجزء الثاني، باقي الجزء الثالث ان شاء الله باش باقي غيتعمروا. بقاو معايا من الاول حتى الاخر. دائما ام ايمن كتشكركم، كتشكركم بزاف ودعواتكم ليا بالشفاء وجميع المسلمين. شكرا لكم البنات، الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، بارطاجيو الفيديو مع الحباب، خليو لي كومونتير زوين وشكرا بزاف. السلام عليكم الويزات يا ولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله، والله يشافينا ويشافي جميع المسلمين يا رب العالمين. شكرا البنات على الدعوه ديالكم، وعلى صراحه فرحتوني بزاف، كدعوني بالشفاء، شكرا. كنعرف راسي راني عزيزه عندكم، شكرا بزاف. بالنسبه اليوم الفيديو اللي غندير، ما بغيتش ندير شي حاجه، بغيت دائما نعطيكم طاقه ايجابيه، مع واخا انا راني عيانه وحاولت نوض نوقف وندير معكم نكمل معكم هاد الرشمه. وشكرا صراحه راكم ما كنتوش عزازين عليا، والله ما غنديرها الصراحه نقولها لكم. شكرا شكرا، وزيدوا دعموني وزيدوا وقفوا معايا ان شاء الله باش نزيد القدام، يعني ان شاء الله كاين الخير موجود، تيبغي غير تشجاع، شجعونا باللايكات، نشوف لايك ناقص ماشي مشكله. المهم البنات كما كتشوفوا، خصوصا هاد الرشيمه بصراحه كتجي الا درتو غير بحال هكا فشي جليدي بار، يعني حتى توب يعني مليفه شتويه او كشميره كتجي فيها فن البنات. هاد الزواقه هادي كتجي حلوه الصراحه. الله دابا ان شاء الله غادي نكمل معكم الزواقه ديالنا اللي راني قلت لكم مازال رشمه ان شاء الله غادي فاش غتشوفوها كتكمل غادي تعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا انا خديت اللون في الموف، غادي نبدا معكم على بركه الله. ودابا غادي نحاول نكبر لكم شويه الكاميرا باش تبان لكم الغرزه. غادا نبدا على بركه الله. دائما البنات بالنسبه للبونتيكرو او الفاسي ما كنديروش العقدات بزاف، كنخليو البلاصه اللي فاش كنبرموا الحرير هي فاش كنسدوا الخدمه ديالنا باش غنبداو مزيان، يعني خاص الخدمه تحت يعني حتى من تحت تكون نقيه. ها نتوما البنات بالنسبه لهاد الخدمه هذه اللي كتشوفوا، نحاول نصغرها باش تفهموا الورقه اللي انا غادي نهضر لكم عليها. ملي كنخدموا خدمنا هاد الورقه الاولى شتوها، هاد الثانيه هادي، هاد الثانيه البنات لاحظوا معايا شنو غنقول لكم، هاد الثانيه هي هادي. دابا غنكبر الكاميرا باش تفهموا مزيان هكا، يعني هاد الاكس يعني هاد اكس هادي فوق منها، هاد ما غاديش نحسبوا هادي، امشي لهادي هادي، ركزوا معايا شنو كنقول. غادي نحسب من هادي 8، من هاد يعني هاد الغرزه الصغيوري مربعات الصغيورين غنحسبوا 8، 1 2 3 4 5 6 7، ها 8. لاحظوا معايا شنو قلت لكم، 8. غنخرج لي بلا ديالي هنا، ها فينا هكا، راه حيتو بكحل راه الليل هذا اللي ما غنخرج لي بلا ديالي من هنا. غادي نجي نطلع نجي جنبها ونطلع في المربع هنا، نخرج لي بلا ديالي كما كتشوفوا، حيت دابا المرمه فيكسيه يعني ما يمكنليش نوريكم نقلب المرمه كيفاش كان، غادي نوريها لكم هكا. انا دابا دخلت لي برا وخرجتها من هنا، وغادي نجيب لي برا ديالي ندخلها ها فينا وغنجمع نزير، يعني غنجبد صافي ها هي تزيرات ليا. غادي نجي تحت منها البنات، شوفوا دائما فاش كنخرجوا لي برا ديالنا المربع اللي تحت منها هو اللي يجي نخرجوا منه لي برا هكا. عندنا 8 ديال 8 ديال الغرزه اللي غنضرب هكا، غادي نجي عاوتاني فوق منها ونجي جنبها هكا، وغنعاود نخرجها المربع اللي تحت منه البنات كما كتشوفوا، المربع اللي تحت منه شفتوا، ونخرج هذه الثانيه نفس الطريقه، نمشي المربع اللي حداها هكا ونخرج المربع اللي تحت منه هكا. ها الغرزه الثالثه نفس الطريقه، الخيط اللي خرجنا منه البنات هذا المربع، المربع اللي فوق منه نمشيو اللي حداه، يعني علاش غادي يمشي لنا مايل، ما كنخدموش نيشان، الا درنا فوق خدمنا نيشان. دابا غنميل، يعني خص الخدمه تجي غدا مايله اتجاه ديال اليمين. خرج الخيط ديالي من التحت هكا في الوسط، ودائما الغرزه خرجوها في الوسط تاع المربع. ها ها غرزه الرابعه، هذه الخامسه، نخرج تحت منها هكا، عاود ها السته، عندنا 8 ديال الغرزه تاع البنات. وبالنسبه للحرير البنات، الحرير على جوج شعرات برموه يعطيكم 4 صافي، حيت البونتيكرو ما كيبغيش خيط غليظ، هذا رقيق البنات كما كتشوفوا، على جوج شعرات فاش كنبرموه كيعطينا 4 صافي.
نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ها سبعة، بقات لي الغرزة تامنة باش نرجع نسد الخدمة ديالي. هانتوما هكا صافي. دابا غادي نخرج الإبرة ديالي تحت هكا كيما كتشوفو، هكا تحت. دابا شنو غندير؟ غادي نرجع نسدها البنات، يعني كنا مشينا اتجاه اليمين، دابا غنميلو اتجاه اليسار، يعني هاد الغرزة اللي فوق منها نمشي لي حداها هكا، ونرجع نخرجها الإبرة من تحت المربع اللي دخلنا فيه الخيط هكا. شتو كنحصلو على الإكس؟ نفس الطريقة نمشي حداها هكا، ونخرج الإبرة ديالي تحت منا هكا، وحنا كنحصلو على كروة ها إكس بونتي كرو، وحنا غاديين هكا حتى غادي نسدو الخدمة ديالنا اللي خدمناها. عندي 8 ديال بونتي كرو هكا، خرج الإبرة ديالي في التحت منها، يعني حنا كنخرجو الإبرة هنا ونرجعو عاوتاني ندخلوها ها فينا المربع اللي تحت منه مباشرة. هانتوما كيما كتشوفو بالنسبه للبنات، انا كنصحكم ديروا هاد المرمه اللي ديجا هضرت لكم عليها، دائما غنبقى نهضر لكم عليها، ندير لكم فيها الحماس باش تصاوبوها. علاش؟ حيت انا رقيت راحتي فيها، هذاك الشيء علاش بغيتكم كاملين ديروا هاد المرمه. كما كتشوفوا البنات انا كملت، شنو غندير؟ غادي نطلع فوق منها مباشره المربع ها فينا هكا هكا. عندي درنا 8، حنا دابا غنبقى نطلعوا ونقصوا، يعني عندي 8 غنوصلوا حتى الواحد، يعني 8 7 6 5 4 3 1 3 2 1، يعني حتى غنوصلوا لواحد. كما كتشوفوا دائما دابا غنميل هكا، هانتوما من الخيط فين خرجناه. دابا غادي تشوفوا هاد الخدمه، مره كنخدموا عمودي، مره اليمين مره اليسار. في الاول خدمنا اتجاه ديال اليمين، حتى هادي غنخدموها اليمين. هانتوما نجي هنا فين خرجت الابره، المربع اللي حداها نهبط لتحت باش تجيني مايله هكا، نطلع الإبرة ديالي الفوق هكا، عاود نفس الطريقة نخرجها فينا. نتمنى يا ربي يكون ليكم درس واضح هكا هكا. عندي 7، يعني أنا دابا غنبقى نطلع ونقص عدد حتى نوصل لواحد غرزة وحدة، غنحصلو على واحد الشكل إن شاء الله غادي يعجبكم. يعني هذه مازال غرز الفيديو، يعني الجزء الثالث، حيت رشما ما يمكنليش ندير فيديو راه الا درته كامل في فيديو واحد، راه اما غادي ندير شي ثلاثه السوايع الصراحه. الله داك الشيء دابا كنقسم لكم، وانتم ان شاء الله راه غادي. ها انتم البنات ها الغرزه الاخيره هي هذه، هي هذه 7، ها انتم كتشوفوا. دابا غادي نرجع، حيت الا درت هنا غنولي 8، غادي نرجع نسد نسد هكا، عاود نطلع الفوق كما كتشوفوا هكا، عاوتاني جيبها فينا لتحت ونطلعها فوق منها مباشره. شتي كما قلت لكم راه تغيرت لي الخدمه على التحت. راه نتوما البونتيكرو خاصكم نتوما تلعبوا بها كي بغيتوا، ولكن الغرزه لتحت كتجي اما عمودي اما افقي. هكا كنحصلوا على هاد الزواقه كما كتشوفوا. هكا ندير قالت ليا هاد الغرزه الاخيره هي هادي. دابا غادي نولي نخرج الابره ديالي هنا في هاد الغرزه هادي، هادي اللي خدمناها، غنولي نخرج الابره ديالي. دابا شنو الطريقه؟ غادي نجي فوق منها ونجي نضرب عاوتاني هنا. عندي دابا 6 الغرزات ديال اكس، غادي نخرج الابره ديالي هنا تحت منها هكا، وغادي نمشي فوق منها مباشره نكحزها فينا، يعني خاصها تجيني مايله، بونتي كرو خاصو يجينا مايل هكا. نمشي عاوتاني حداها هكا، عندي 6 ديال بونتي كرو، ها 3، ها الغرزه الرابعه خرجه هنا، الغرزه الخامسه نخرج الابره ديالي تحت منها مباشره ها الغرزه 6. ها انتم غادي نخرجها تحت منها الابره هكا. دابا غادي نرجع نسد، غادي نرجع نسد البنات هكا، غادي نميلو اتجاه ديال اليسار، نخرجها دائما نفس العين، يعني هاد العين اللي خدمتها راه ديجا خدمت المربع اللي تحت منه
يعني هاد اكس اللي تحت في نفس العين اللي كنرجعوا نخدموا هكا. احنا كنسدو، ها هي اكس 3، خرج لي برا تحت منها مباشره هكا، حاول نخرجها في نفس العين. ها هي الرابعه، نخرج الإبرة ديالي تحت منها في نفس المربع. ها هي الخامسة، ها هي الغرزة الأخيرة، هي هذه هكا. دابا البنات غنطلعوا ثاني نفس الطريقه، غادي نخلي هذا المربع لي حيت الا رجعت خرجته غنخرجوا من هنا، غنطلع في هذا المربع هذا، هذا اللي فوق منه، ونخدم نفس الطريقه. غادي نحسب واحد جوج تحت نهبط تحت منها، يعني خاصني نميل نطلع الخيط فوق منها مباشره. دابا عندي خمسة ديال كروه اللي غندير، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، منها نيشان، ها خمسة. دابا غادي نرجع نسد، غادي نحصلو على بحال شكل مثلث، يعني فاش غنكملو غنحصلو على شكل مثلث. نسد دابا هكا، نطلع فوق منها ونرجعو تاني هنا، ونرجع ندخلها في هذا المربع اللي ديجا خدمناه، كنرجعو نسدو الخدمة ديالنا. انا وصلت الغرزة الاخيرة، هي هذه. غادي نرجع نخرج لي الابرة ديالي هنا في هاد مرة، البنات كتخرج لي الابرة هنا، مرة كنخرجها من الفوق، حيت الا دابا الخيط خرجته هنايا دابا يمكن لي نخرج الابرة هنا. مين كنكونوا بعض المرات كترجع لنا الابرة هكا اتجاه اليسر، كتخرج لي كنعاود نخرج الابرة هنا، ما يمكنليش نخرجها نفس العين. يعني دابا كنطلعوا هنا، دابا لا، دابا عندي فين نخرجها، ها هي نخرجها نفس هنا. غادي نجي فوق منها ونمشي جنب مربع اللي جنبها هكا، وعندي دابا أربعة ديال غرزات، ها واحد، جوج، ثلاثة، ها أربعة، ها ثلاثة، عاد ثلاثة، هادي الرابعة هكا. وغادي نرجع نسد الخدمة ديالي، نهبط تحت منها مباشرة هكا، وغادي نرجع نسد. غنستمر بهاد الطريقة تحت منها هكا، خرجها في نفس المربع، وغادي نجي ها هي نفس الطريقه اللي قلت لكم البنات. انا دابا خرجتها هنا، ما يمكنليش دابا غنولي نخرج الابره ديالي فوق المربع اللي فوق منه هكا، شفتوا هكا. دابا غادي عندي ثلاثه الغرزات هكا، ونخرج الابره ديالي فوق منها هكا، خرج الابره فوق منها هانتوما هاك، ونرجع نسد، نطلع فوق نسد الخدمة ديالي هاكا. وانا دابا سديتها من تحت، غادي نرجع نخرج الغرزة ديالي من ها بنينة الفوق، وغن المربع اللي فوق منه مشي جنبو. عندي دابا جوج غرزات هاكا، ها واحد، ها جوج، نرجع نسد، نهبط لتحت نسد الغرزة ديالي هكا، خرجو ضروري نجيبوها في الوسط هنايا. دابا بقات ليا مربع واحد، نحاول نطلع في المربع اللي فوق منه، ونجي هنا تحت ونطلع المربع اللي فوق منه، وها انا سديت، انا سديت الخدمة ديالي نص المربع. البنات نفس الطريقة غنخدموها هنايا، غنخليو هاد، المهم انتما بقاو معايا، انتما البنات شوفوا معايا. دابا اشنو غندير؟ دابا غنخدم هاد الخدمة المربع هذا، هاد المثلث هذا بحالو اتجاه الاخر. غادي نجي هاد الغرزة الاولى اللي درناها، غادي نخلي غنحسب واحد نخرجها في الثانية، يعني هاد المربع نخرج الابرة ديالي هاك، خرج الابرة ديالي هنا. دابا غنبقى غادي نميل اتجاه ديال اليسر، نجي المربع اللي فوق منه ونمشي الثانية هاك، وعندي نفس العدد 8 ديال الغرزات لتحت هكا، كنخرج الابره ديالي
ونطلع فوق منها ونمشي جنبها هكا. عندي 8 بحال هذه غنخدموا هكا، ها جوج ها ثلاثة هكا ها أربعة. صراحة كتجي زوينة في جلابة البنات. 4 5 ها 6 ها 7. الغرزة الأخيرة هي هذه الثامنة. حنايا كملنا الخدمة ديالنا، دابا غادي نرجع ندير الإبرة لتحت وغادي نرجع نسد، يعني صافي غنسد هاك ونرجع الإبرة لتحت مربع ونمشي المربع هاكا نسد. دابا نكمل السدان ديالي ونرجع معاكم. هانتوما البنات أنا وصلت الغرزة الأخيرة هي هادي هاكا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجع نطلع الإبرة ديالي في المربع اللي فوق منه هذا ونمشي نخدم. نجي مال دابا غنميل هكا، غادي نحسب كنا مي مشينا هكا كنا مايلين اتجاه اليسار، دابا غنخدمو وهي مايلينه اتجاه اليمين. غنحسب واحد جوج هكا ونهود لتحت هنا هكا ونطلع الإبرة ديالي الفوق وغادي نهودها لتحت. كنا خدمنا من عكس هادي، هادي كنا كنخرجو الإبرة الفوق ونهبطو لتحت، هذا العكس ديالو. وراه الخدمة نفس الخدمة، راه غير على حسب الغرزة الأخيرة فين كتجينا الضربة هكا. غادي نمشي عندي 7 هكا ها 6 الغرزة الأخيرة 7 هي هادي وغادي نسدها. دابا غادي نطلع الإبرة ديالي الفوق، نطلع الإبرة ديالي الفوق وغادي نسد الخدمة ديالي هكا. هانتوما كتشوفو كان غادي نحصلو على المثلث الثاني هاك. والخيط البنات على جوج شعرات، يعني فاش تبرمو كيعطيكم 4، راه رقيق هاكا هاكا. وحنا دابا كنسدو هانتوما الغرزة الأخيرة كيما كتشوفو هانا. دابا غنرجع ندخل الإبرة ديالي هنايا، لاحظوا قبيلة خرجت الإبرة ديالي الفوق، دابا خرجت حيت الخيط خرج ليا من تحت صافي. دابا عندي 6 ديال بونتيكرو، غنطلع الفوق ونمشي المربع الثاني هاكا باش غنحصلو على هاد التمهيلة هادي. دابا غادي نخدمها بحالها بحال هادي، يعني غادي وكنقصو غرزة تا غنوصلو الفوق ونرجع معاكم. هانتوما البنات كيما كتشوفوا كيفاش حصلنا على مثلث اخر اللي حداها. دابا غادي نخرج الابره ديالي ها فينا، يعني غادي نخدم هاد المربع بيناتهم. نخرج الابره ديالي ها فينا ونطلع الفوق ونمشي المربع اللي حداها، ودائما غادي نسد الخدمه ديالي كيما كتشوفوا. كندخل الابره ديالي هكا وكنجر مزيان صافي وكتسد. غادي نخرج الابره ديالي حداها هنايا ونسد المربع مثلث واحد، يعني بونتيكرو متوش على هضرتي البنات. نفس الطريقة غنطلع الفوق، نطلع هنا غادي نخدم عاود اكس اخرى، نطلع فوق منها ونمشي جهة اخرى هاك. وعلاش انا دابا كنخرج الإبرة ديالي هنا ما خرجتهاش هنايا؟ علاش؟ حيت بحال بحال ما عندها حتى شي، يعني غنخرجها وحداكم. انا نخرجها من هنا ونسدها هكا من تحت ونرجع ندخل الابره ديالي. انتما البنات انا درت يعني حسبنا واحد جوج كما كتشوفوا، غادي نعاود ندير الثالثه عاود نخرج الابره ديالي ها منينا، يعني غنطلع بثلاثه ديال اكس هكا. لاحظوا معايا غادي نخرج الابره ديالي ها فينا، غادي ندير واحد اكس في اليمين واليسار هكا. غادي نخرج الابره ديالي ها فينا، ندير واحد غرزه اخرى مايله ها فينا. ركزوا معايا شنو كندير، غندير ليها بحال واحد يعني بحال شكل قبه ان شاء الله، بحال شكل قبه. غادي نخرج الابره ديالي تحت ونرجع نسد هكا. غنسد الكروه الاولى هكا، غنمشي تحت منها هكا نخرجها، غنسد هاد الكروه الوسطانيه ونخرج الابره ديالي هنا تحت منها وغندير كروه اخرى، يعني غادي نجي هكا انتما شوفوا ونرجع نخرج الابره ديالي من تحت
كما كتشوفوا، ونسد الكروه ديالي. دابا عندي جوج كروات اخرين غنخدمهم فوق، غنخرج الابره ديالي هكا، نطلع الفوق ونجيبها هنا في الجنب، نخرجها حداها هكا، وغادي نسد هالكروه الثانيه الاولى، نطلع فوق هكا، ندير الكروه اخرى كما كتشوفوا، كنحصلوا على بحال واحد الشكل بحال القبه. نخرج الابره ديالي ها فينا كما كتشوفوا، انا حصلت على جوج كروات فوق هادو. لاحظوا مزال عندنا واحد جوج كروات، ثلاثه ملاصقين وجوج عاوتاني. دابا شنو غادي ندير ديالي؟ غنخرج الابره ديالي نشيها هنا، لاحظوا معايا وسمعوني شنو كنقول. عندي ثلاثه الكروات لهاد الاتجاه، غادي نطلع الفوق نحسب هكا، ها واحد، خرج الابره ديالي هنا تحت منها ها جوج، نخرج الابره ديالي تحت منها ها كروه ثالثه هكا، نخرج الابره ونسد، غنخرجها دابا ونرجع نسد ها الكروه الاولى ديالي كملتها، خرج الابره هنا تحت منها ها الكروه الثانيه سديتها، ها الكروه ديالي الثالثه غادي نسدها هكا. لاحظوا معايا، دابا نطلع الفوق منها، دابا غنخدم هاد النص عاد نخدم هاد النص، نطلع فوق منها عندي جوج كروات، نخلي هنايا ونجيها فينا، نطلع فوق منها ونجي عاوتاني ها فينا، نخرج في المربع اللي فوق منه، يعني ها هما جوج اكس، غادي نسد ها الاولى. سمعوني الله يعطيكم رضا شنو كنقول. خرج الابره ديالي ها فينا، ها هي سديت درت الكروه الثانيه، نخرج الابره ديالي الفوق، عندي كروه وحده غادي نجي فوق منها نمشي جنبها هاك، غادي نسد نجي هنايا وغنسدها. لاحظوا معايا شنو غندير الفوق، غادي نخلي هذا المربع هذا، غادي ما نخرجش الابره ديالي هنا، غادي نخرج الابره ديالي ها فينا، هنا غنخرج الابره ديالي، غادي نخدم بحال هاد الطريقه، غندير مربع واحد نطلع الفوق ونجي جنبها، يعني غندير بوحده جوج ثلاثه نجي جنبها هكا، وغادي نرجع هنا نسد ونرجع ندير الابره ديالي ها فينا، غادي نطلع الفوق غندير دابا جوج كروات، نجي جنب تحت منها ها الثانيه، نخرج الابره ديالي لتحت هكا، وغادي نسد هكا ها الاولى، نجي تحت منها هنا ها الكروه الثانيه، نفس الطريقه غادي نطلع في المربع الفوقاني، حيت الا درت هنا غادي يخرج لي الخيط، نطلع هنا فوق منها وغندير ثلاثه الكروات، ها واحد كما بحال هذه، نجي فوق منها مربع هكا ها الثانيه، نطلع الخيط فوق منها ها الثالثه ها الثالثه، وغنطلع الفوق ونرجع نسد ها الاولى هكا، نجي فوق منها الكروه الثانيه سديتها، ونرجع نطلع فوق منها مباشره، ها انا سديت الكروه ديالي الثالثه. يعني هاد الخدمه هادي نفس الطريقه غنديروها من الجهه الاخرى، باش ما نجيش حتى لهنايا ونطول الخيط، غنخدم حداها، غنخلي هاد المربع هاد اللي خدمنا منه دابا، غنجي هنا ها فينا، نطلع الفوق وغندير ثلاثه الكروات، واحد، ندير نفس الخدمه اللي درت الفوق هنا، غادي نديرها حداها، ها جوج، ها ثلاثه، انا غادي نسد الخدمه ديالي، نطلع فوق منها، نسد الكروه الاولى، ندير الكروه الثانيه هكا، نطلع الفوق ونهبط بالكروه الثالثه، انا سديت الكروه ديالي الثالثه ها هي. دابا غادي نهبط تحت منها هنا، نخلي هاد المربع نجي هنايا، وغادي ندير جوج كروات، ها وحده نجي حداها، نمشي ميل اتجاه الفوق هكا، الكروه الثانيه غادي نهبط لتحت، غادي نسد الكروه الاولى، غنخدم بحال هادي، يعني النص ديال اليمين بحال النص تاع اليسار، ومازال هاد البلاصه اللي ما بين هاد الخدمه مع هاد الخدمه غادي نزوقوها بلون اخر. نجي هنا سديت، انا كملنا،
الكروه الاولى ها هي. شتو البنات؟ نفس الطريقه غادي نهبط نخرج الابره ديالي ها فينا وندير الكروه الاولى هكا بحال هادي، نجي جنبها هكا وغادي ندير الكروه ديالي هكا. عاود نفس الطريقه غادي نجي هنا تحت منها وغندير جوج كروات، ها الاولى جنبها ها الثانيه، وغادي نهبط الخيط تحت وغادي نسد هكا ها الكروه الاولى، نخرج الابره ديالي تحت منها. ها الكروه الثانيه، حنا كملنا الكروات، غادي نرجع نخرج الابره ديالي ها فينا في هذه الكروه اللي خدمناها. دابا غادي نحسب ثلاثه الكروات، هبط ها الاولى ها الثانيه الكروه الثالثه ها هي، نرجع نسد. انا سديت الكروه ديالي ها الاولى ها الثانيه، كما كتشوفوا كنحصلوا على هاد الزواقه ها الثالثه. احنا كملنا الزواقه ديالنا، شفتوا كنحصلوا على هاد القبه. عاوتاني واحد الحاجه غادي نقولها لكم البنات، المهم هنايا راه غادي نزوقوها هنا باش نخدموا وحده بحال هادي، راه عندنا واحد المسافه حيت مازال غادي تدير واحد الزواقه هنا. علاش انا قلت لكم هاد الفيديو راه غادي يجيكم شويه طويل. شفتوا دابا باش غنخدموا بحال هاد القبه هادي غنخدموها هنا، غادي نجي هاد المربع اللي خدمناه هنا غنحسبو ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غنبدا الخدمة ديالي بحال هادي. يعني فاش غنحسبو ستة من هاد ستة غنحسبو تمنية باش تجينا الخدمة النيشان، باش ما ولا عرفتو تعرفو كيفاش تبداو نتوما طالعين وكتنقصو وهنا طلعو نيشان. المهم أنا نعقد الخيط ونبدا معاكم واحد شوية باش تفهمو الدرس. أنتوما البنات كيما قلت لكم غنحسبو ستة، نحسبو واحد من هاد الخرزة اللي خدمنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غنخرج الإبرة ديالي ها فينا. شتو هنا غنخرج الإبرة ديالي، غنخرج الإبرة ديالي ها فينا وغنبدا الخدمة ديالي عادية باش نوريكم الطريقة إلا بغيتو تبداو من هاد الإتجاه. يعني بحال في الأول بديت معاكم من هنا، دابا غنبدا نحسب واحد نطلع فوق منها ونمشي بجنبها هكا، غنحسب عندي تمنية، ها واحد ها جوج، باش تعلمو جوج طريقات، تعلمو طريقة من هنا ومن هنايا، ها ثلاثة، ها ربعة، ها الخمسة، ها الستة، ها السبعة، ها الثامنة. هاد الثامنة دابا غادي نسد الخدمة ديالي، غادي نهبط لتحت وغادي نرجع كيما بدينا هاكا، غادي نبدا نسد، نرجع ندير هاكا ونهبط لتحت، نسد المثلث الكروة ديالي عفوا هاكا، باش تشوفوا الطريقة كيفاش من الفوق باش غادي نبدا نقص. يعني خدمت معكم هاد الطريقة، دابا هادي غادي نبداها من اتجاه لي النقصة. حنا صراحه البنات راها ساهله، راه اي مبتدئه راه ديرها جليليبه ديالها ليها ولا لماماها. والله دابا ها حنا وصلنا الغرزه الثامنه هي هذه مين بدينا. دابا ما غنخرجش الابره ديالي من هنا البنات، لا غادي نخرج الابره ديالي من هنايا الثانيه، حيت انا نقصت نقصت كروه من هنا، غادي نطلع فوق منها ونمشي نحسب هكا، عندي سبعة بهذه الطريقه، هنا كنقصوا وهنا غادي يطلع لينا نيشان هكا، تعلموا حتى هاد الطريقه البنات وراه سهله. يعني انا كنعطيكم الطريقه لجوج طريقات اللي جاتكم سهله خدموها، غير هو خصنا يكون عندنا نفس الحساب. يعني هنايا كما قلت لكم سته في جهه اخرى سته، حيت علاش راه عندنا زواقه اللي غتعمر لينا هنا بيناتهم، زواقه زوينه ان شاء الله والله البنات وسهله ها الستة، ها الستة الغرزة السابعة هي هادي فوق منها مباشرة هاي حنايا هاهي، غادي نخرج الإبرة ديالي لتحت منها وغادي نسد. وحنا كنحصلو على شكل المثلث لي غن بداية ديال المثلث هانتو،
صافي راه ساهله البنات، غير خصها تكون عندنا نفس العبار، نفس العبار كي هذا المثلث مع المثلث الاخر اللي حداه. ان شاء الله غادي نكمل هاد المثلثات اللي كاملين اللي عندي، يعني هاد البلاصه اللي نكملها باش ان شاء الله نخدم معكم الزواقه الاخرى اللي حتى هي زواقه زوينه ان شاء الله. راه عندي زواقات زوينين كما قلت لكم، كاينين زواقات زوينين. احنا دابا كملنا، دابا غنخرج الابره، دائما ما بقاش نخرجها فوق منها، لا نمشي هنايا الغرزه ها فينا نبدا نخرج الابره ديالي ونبدا نطلع ونخدم نايله هكا ها مرب. يعني دابا عندي 6 ديال كروات، يعني احنا طالعين وكنقصوا نفس الطريقه اللي درنا هنايا، غير هذه بدينا من اليسار وهذه طلعنا بنيمن، ولكن طلعنا بنيمن وغادي وكنقصوا حتى نحصلوا على مثلث. المهم البنات غادي نحاول نكملهم باش تشوفوا الشكل ديالو ان شاء الله. المهم بقاو معايا انتم البنات، كما كتشوفوا هذا هو الشكل، حاول نقربه لكم، هذا هو الشكل ديالنا كيفاش كنحصلوا على هاد القبا او التاج. يعني صراحة كتجي زوينه ومازال ما مكملاش، يعني باش ما يجيش فيديو طويل ان شاء الله الفيديو الثاني باش نكمل معكم الزواقه، باقا ما مكملاش ان شاء الله غادي تعجبكم. الى عجبكم فيديو البنات ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو الفيديو مع الحباب. دائما ام ايمن تشكركم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. البنات الا ما فهمتوش الدرس عاودوا قولوها ليا، نحاول نعاود نشرح لكم، ندير لكم فيديو اخر نعاود نشرح لكم. يلا تهلاو ليا فراسكم مع فيديو اخر ان شاء الله.